ابن ابو عصام عم يلعب بأعراض الناس. يلا هلا نشوف شو حلتها يا ابو عصام. خليه يحكي شو حلتها. يلي بده يتحدى هي الحاره من هدا. لك انت شو انت من شو معجون انت ولا ابو عصام؟ لك يخرب بيته لك يخرب بيتك من حالك عرفان شو عم تساوي؟ انا هيك ربيتك ولا؟ ولك ابن ابو عصام عم يلعب بأعراض الناس. يلا هلا نشوف شو حلتها يا ابو عصام. خليه يحكي شو حلتها. مشان الله احكي لك. روق يا ابي من حلها. مشان الله انت روق روق من حلها. ولك يخرب بيتك من حالك عرفان شو عم تعمل انت؟ ولك مصيبه زتيتها فوق راسنا هيك فرزتها. يخرب بيتك لك أعراض الناس هاي لك معتز. لك هي مو محقوها. انت محقوها. انت الها عليك لك خطيتها هي برابتنا كلياتنا كلياتنا. روق يا ابي روق مشان الله. ولك شبك خرست خرست. اجتك الجمدي هلا خربت بيتنا انبسطت. الله يوفقك. ولك يخرب بيتك اعراض الناس هي. ولك هي المخلوقه مو محقوها. انت المحقوق. ولك الحق عليك ولابسك الحق من فوق لتحت. مشان الله يخرب بيتك. ولك ولك خطيتها برابتنا كلياتنا برابتنا كلياتنا. صحتك يا ابو عصام. لك يا ربي رضاك ولا غضبك. يا ربي رضاك ولا غضبك. شو بدي اعمل؟ ناقص هلا كل مصايب الدنيا كوم وهالمصيبه هي كوم تاني فوق راسي. شو بدي اسوي لك سؤال؟ لك مخلوقه لا من توبنا لا من ديننا وفوقها بنت واحد صاحبي. لك عالصاحب عندي بالشاب. يخرب بيتك من حالك. شو بدنا نحلها؟ شلون بدنا نحلها؟ هات لشوف شلون. حلت عندي يا أبي. هي حلت عندك؟ هات لشوف حلها. بتجوز على سنة الله ورسوله. بتجوز على سنة الله ورسوله. ولك لو كانت تقدر تتجوزها عادي ما كانت هربت المخلوقة وجدت لعنا. ما في غير الحل يا أبي. ما في غير. لك وأهلها. وأهلها ما فكرت بأهلها؟ مخلوقة مع الأهل مقطوعة هيك. ولعنا ما لها محل تفكر فينا. ما في غير الحل يا أبي. ما في غيره. يا أبي مشان الله روّي روّي. خلينا نقعد نحكي لنا كلمتين مشان الله روّي. لك شو بدنا نحكي؟ لك شو بدنا نحكي؟ لك انت فخ قلبي. أنا تفخ قلبي وما في فايدة. مصيبة فوق مصيبة مصيبة فوق مصيبة. اللهم لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه بس يا رب. اللهم لا أسألك رد القضاء. طول بالك يا تقبر يا طول بالك. كله بينحل. خيريه فوتي على اوضتك. الله يرضى عليكي. مو ناقصينك نحن كمان. معلش مرت عمي انا ما عادي لي قاعده بهذا البيت. يا عمي الله يرضى عليكي. كبري على هذه كبري على هذيك. ولا عم تسويها لا ما بصير. معلش عمي بدك تسمح لي هي المره لانه كل شيء صار كوم واللي صار هلا كوم تاني. لك يا بنتي معك حق والله معك حق. بس لا تتركينا برضاي عليكي. شو ساوي يا مرت عمي؟ روح جيب له الشيخ مشان يكتب له الكتاب. عمي الله يرضى عليك. استني شوي. خيري انت مثل بنتي بدك تروحي روحي والحق معك وانا معك كمان. بس بدي منك شغله واحده. امرني عمي. بدنا ما نجيب سيره عن اللي صار هون بهالبيت. الله يرضى عليك. حاضر. ما في شيء. شلون ما في شيء؟ زعلانة انت ومعتز ما؟ ايه زعلانة. ايوه خير ان شاء الله. احكي لي شو صاير؟ القصة انه قعد لي بالبيت لا شغلة ولا عاملة وعم يتفشج فيني. طيب تنحل تنحل. فوتي فوتي. خصمه معتز وعمال مثل ما عم يقول لك ابوك مشان الله. لفها بقى. ما رح يصير إلا مثل ما بدك. معتز ما رح يضل تكي بالبيت. ما له ما بصير يضل بالبيت. رجله ما بصير تعتب باب البيت. طالما المخلوقة هي عنا هون هي أمان ركبي هي. ولي على أمتي وين بده يروح بحاله وين بده ينام؟ لك خلصيني بقى سؤال مشان الله يروح ينام ينام بالبرية بالصلاة وين ما كان ينام. بس هون إذا بيعتب باب البيت والله بكسر له رجله. لك هي مخلوقة أمانة برابطنا يخرب بيتكم.
مثل ما أبي أمرك يا أبي. شوفي سيرة المخلوقة ما بتطلع برة البيت. هي معلوم عم تفهم علي شو عم بحكي؟ ايه يا أبي أمرك هتشوف الله كيف بده حلها. أبي هتخبره للحكيم موسى؟ الله يكون بعونه، الله يحمين معه، الله يكون بعونه والبس، الله يكون بعونه بس. خلاص يا أبي خلاص، أنا رح أخذها وأكتب كتابي عليها وأخذ خيرية وابني وهج برات الشام. لك ما فشرت ولا ما فشرت، ما بتشوف صفرة ولا بكتب كتابك عليها إلا بشور أبوها. بكتب كتابي عليها وأخذها برات الشام وأهلها يموتوا إنها عم يدوروا عليها، ما هيك؟ وأنا قاعد بس عم بتستر على ابني فضايح ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قومي سؤاله، قوموا شوفوا المخلوق عم ركيبة الشيء، لازم الشيء قوموا. تعي ولك انت شلون تعملي بأهلك هيك؟ والله إذا برجع لعند أهلي بيقتلوني. ما رح أرجعك، بس انت عرفتي شو عملتي فينا؟ لك انت خربتي بيتنا. البكا ما عاد يفيدك هلا، خلص اسكتي، بدك تاكلي أو تشربي، هي دلال بتدير بال عليكي، طالعي لعندك على الأوضة يا مو. الحقيني قولي على انت هربت. انت بدي اسالك سؤال واحد، ورب موسى بتقولي الصدق، ما بتعرفي عنا شيء؟ ما حكيت لك مع مين راحت ولوين؟ لا والله عمو، هي انا دريت منك هلا. ما لا محتي عليها شيء، شفتيها عم تحكي مع حدا من الشباك؟ لا والله عمو، بس كنت شوفها مو على بعضها، واذا لشبك يا ساره تقلي ما في شيء. مشان الله مشان الله تذكري منيح، تذكري تذكري لك بنتي. والله ما في شي خالتي، لو في شي كنت خبرتك دغري. طلعي فيه منيح، حطي عينك بعيني. سكيني لك بنتي سكيني. يعني لان جوزك قاعد عواطي وما عم يشتغل وعم يتفشش فيكي، بتقومي انت هيك من راسك تحمي حالك تجي لهون بدون ما تسالي حدا الخيريه خانوم؟ ايه اخي. طيب يلا قومي طبي غراري خليني اخذك. قومي. ما رح ارجع. اسمعي كلام اخوك لك خيريه، ما بيجوز تطلعي من البيت مشان هيك حجه. سمعتي خيريه، هي الاصول، ما بيصير تطلعي من بيت جوزك مشان هيك حجه. بس بدي اسالك، هو عم يصرف عليك شيء؟ بلا. طيب مقصر معك بشيء؟ لا ايو ما انا مقصر معي بشيء. طالما هيك بين ما اخلص عشاي بتكوني ضبيتي غراضك مشان اوصلك على بيت جوزك. أخي ما بدي أرجع. لك عم تجاوبيني للخيرية؟ مو آخر مرة كنت عندك فيها قلتي لي ما في شي بينك وبينه؟ ما عاش اللي بدي أجاوبك أخي، بس أنا ما عاد بدي معتز. إيه لا خيرية، قولي لي شو صاير معك؟ شو صاير بينك وبين جوزك؟ قولي لي. مو صاير معي شي، مو صاير شي. شوفي خيرية، يا أما بتحكي شو صاير، يا أما هلا بتقومي بتضب أغراضك وبتخليني رجعك على بيت جوزك. ها عليها شيء؟ لا والله ما شفت شيء. قبل بنهار بنهارين؟ قبل بنهار ايه؟ كانت عم تشتغل كتير وتصفن وتشرد كتير. الله يستر ما يكون صار اللي ببالي. الله يستر. شو حتساوي ابن عمي؟ والله ما نعرف شو بتساوي. لك تفكير ما نعرف نفكر. ما في غير روح خبره للحكيم موسى وخلص بقى. لا ياه شو تخبره؟ لك شو عامل؟ لك شو عامل؟ لك سعاد مش هلالله انا ايدي مربطه، شو عامل؟ هيك بدي اصفى اخر عمري؟ هيك بدي الف بنات الناس عندي بالبيت مشان ابني يحب يعشى ويتمعشى على حساب اصالتي وشرفي؟ طيب اذا قلت له بتضمنه؟ شو بعد قلتلي؟ والله اذا مسكته يمكن يذبحها. لك مو هو بس، لسا اخوها،
هداك الطايش، هداك اللي بيخوف، شو اعمل؟ طيب شوف الشيخ عبد العليم شو بيقول لك. شو بده يقول لي الشيخ عبد العليم؟ ان شاء الله شو بده يقول لي؟ بيعرف كثير اياها انه مسلم بحق له ياخذ يهوديه وتضل على دينه. لك بعرفها. والله بفهمها. طيب طول بالك انت، طول بالك صحتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شرفك شرفك شرفك. يلا لك ليش ما فيك تحكي؟ ليه؟ لأنه ما فيني أحكي. وليه؟ لا تكوني عملت لك شي ناقصة معها وخايفة تحكي. لا أيو شبك أخي، أنا أختك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لا هو مقصر معك ولا أنت غلطانة، شو القصة حزازير؟ والله عجزتيني. مو حزازير يا أخي، بس أنا ما فيني أحكي لك شي، ولا فيني روح لبيت عمي أبو عصام. إذا بدك انت روح وهو بيحكي لك كل شيء. بالله ما بطلع من هون غير رجلي على رجلك. انا ما فيني روح يا اخي، ما فيني روح. روح انت وافهم. كمان انت ما فيك تقلي عمي ابو حصان. لا والله يا خزر ما فيني اقول لك، والله ما فيني اقول لك. طيب لا انت عمي ولا خيري، معتز الله يعلم وين اراضيه ماني بلاقي. لعد مين روح مشان يقول لي؟ خزر حبيبك عبيدك. شوف خطير، انت حتعرف، حتعرف يعني بالاخير حتعرف، بس مو هلا. معلش ابي، هاي القصه اعطيها وقتها وبعدين حتعرف كل شيء. هذا وعد مني يعني. لا ترك علي، انا ارضى عليك. لا ترك علي، لانه والله انا ما بهون علي زعلك. لا والله، واذا بدك الصراحه انا اللي محرج على خيري انه ما تفتح ثمها ولا تحكي. ولا ترك علي، انت اهدى بس وصلي على النبي. ومشان خيرية لازم تعرف انه خيرية بعيوننا كانت وظلت وراح تضل. ايه والله، وهذا البيت ايش من صار حتى لو اضطربق فوق راسنا كلياتنا راح تضل صدر البيت لها والعتبة لنا. والله انه هي غلاوتها اغلى من اولادي عندي هون بالبيت، صدق. امرت عمي ابو حسام، ما راح يصير غير مثل ما بدك. بعد اذنك تاخذنا طريق. يلا يلا يلا. خطير، قديش بدك تسلم لي على خيرية؟ وصل عمي. إلا الكل بيسلموا عليها، الكل. يسلم قلبك وخلص. يلا يلا. ليش ما أكلتي؟ صار لك من الصبح على لحم بطنك، ما بيجوز هيك. اشتقت لأمي. يا ترى شو بكون صار لهلا؟ ستي صار اللي صار. هلا انت بس ادعي الله يفرج علينا وعليهم. امين. اهلي كثير بحبوني، ابي واخي وامي كثير بحبوني. ايه اذا اهلك كثير مناح بتقومي هيك بتعملي معهم؟ يعني هذا اللي طلع معك؟ انا عملت هيك لاني بحبه. لا لاني بحبه لمعتز. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا دلال، دلال، يا دلال، دلال. نعم يا أبي. كيف شايفتيها؟ مسكينة، نامت عم تبكي، نامت مقهورة. يعني هي ندمانة؟ يا أبي ما وقفت حكي عن أبوها وأمها وأخوها. الله يرضى عليك يا أبي، خليكي جنبها. أمرك يا أبي. لا تتركيها. على عيني. ابن عمي شو رأيك نكتب كتابة؟ شو عم تحكي انت؟ مشان الله شو عم تحكي؟ لك شو نكتب كتابة؟ لك سعاد اعوذ بالله، ما راح ينكتب كتابة هي لحتى يوافق ابوها، هذا اذا كان رضيان ابوها. هلا اذا شفته للحكيم موسى شو بدك تقول له؟ شو بدي اقول له؟ ليش انا قدران احط عيني بعينه؟ لك سعاد انا قدران احط عيني بعينه للحكيم موسى هلا؟ وبنفس الوقت لازم اقول له اذا شفته، لازم اقول له. والله ما بعرف، والله ما بعرف.
لك يا سعاد. تخيلي تكون دلال مطرح على هالبنت وغايبه هيك عن بيتنا، شو بصير؟ والله شو كان صار؟ لا بعيد الشر عن دلال ابن عمي. شفتي هيك الدنيا لك سعاد، بنات الناس مو لعبه، لك كل عيله بتفكر بنتها اغلى شيء بالدنيا. اي والله معك حق يا ابن عمي. والله ما اعرف شو بدنا نعمل، والله بطلت اعرف افكر. اي والله شلون الله بدي يحلها، شلون الله بدي يساعدنا، والله ماني فاهمها. بنت لا هي من ديننا ولا هي من ملتنا ولا هي اعرف، وصارت من نص بيتنا. شوفي كل شيء يصير بهالبيت يصير، ها ان شاء الله يتطربق فوق بعض البعض، بس هالبنت ما بيصير لها شيء. هي عم اقول لك لا ان شاء الله ما راح يصير عليها شيء. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لعنة شو هالمعتز هاد؟ وانتي وليه؟ وين كنتي من هالشي كله؟ انا من اول شي كنت بدي اجي، بس كرمال عمي ومرت عمي ما اجيت. لك يقطع عمرك على عمر مرت عمك، على عمر عمك، عم تسكتي على الفاينة وليه؟ لا لسه ما صارت الفاينة. لا بدون ما صارت فاينة، واحد عم يعشى ويتمعشى ومرته ساكت له. اسمعي ليش انتي بنت ابو خاطر الله يرحمه طول عمرك راسك مرفوع. وراح يضل راسنا مرفوع، والله فاتت على البيت وانا اجيت لهون. ايه مضبوط دغري اجيت لهون. صدي حالك سميرة، كنتي لازم تجي تحكي لي من الاول الخيرية، كنتي لازم تجي تحكي لي من الاول، لو ما حلف الطلاق من راس هي المخلوقة ما كنتي حكيتي. والله والله عمي ابو عصام حرج علي وقال يمكن نرجعها. لك رجعها ولا ما رجعها بده يطلع غصب عنه فمانة. مش ما بدك اخي، يلي بتشوفه يلي بتمره اخي. كنت يا بي؟ كنت عم اتمشى بالحارة، رحت على الكنيس البركي بلاقيها هنيك. روح هلا لأمك تحضرنا لنتين. يا مو يا مو يا مو يا مو يا مو ليش نايمة هيك؟ يا مو يا مو يا مو يا مو امي امي يا مو يا مو يا مو يا مو سارة رح ترجع. يا مو يا مو سارة رح ترجع. قومي يا مو يا مي يا مي يا مو يا مو ارجع لي يا مو. شوفي قومي شوف حني لا يا حني لا لا يا ربي لا يا حني لا يا هو يا حني يا هو شو بس